مرحبا بكم. نقوم الآن بضبط تقسيمة مضخة الديزل قبل ربطها في السيارة. نقوم الآن بتركيب مضخة الديزل في السيارة في وضعها في مكانها المناسب. طبعا يكون إدخال المضخة من الأسفل، لا يكون ربطها من الأعلى. ربطنا أربع براغي قياس 13 ملم التي شاهدتها في الجزء الأول. الآن نقوم بوضع هذه البولي أو البكرة المسننة لمضخة الديزل، لأنه لا يمكن ربط البراغي، تكون أسفلها فلا يمكن ربط البراغي وهي موجودة. لذلك تقوم بإعادة تركيبها في مكانها بعد أن قمنا بتأشيرها باللون الأحمر لكي نستطيع أن نضبط قياسها. قمنا الآن بوضعها في مكانها الذي لا يقبل خطأ، وبعد ذلك نقوم بربطها. ربط هذا الصامولة قياس 21 ملم. يجب أن يتم ربطها باليد أولا لكي لا يحصل أي انحراف فيها. كما تلاحظون المكان ضيق، الكثير من خراطيم المياه والكابلات الكهربائية، لكن يوجد مكان للعمل وإن كان ضيقا. نقوم بربطها بهذه الطريقة، يجب ربطها بقوة. الآن نقوم بربط أنابيب الديزل واصلة من مضخة الديزل إلى الانجكشن أو المضخة أو النوزل أو الديسة في بعض الأحيان تسمى، تكون مربوطة في المحرك. وهذه قياسها 17 ملم، نستخدم مفتاح 17 ملم لنربطها بين مضخة الديزل والانجكشن والبخاخات المربوطة في المحرك. مفتاح قياس 17 ملم. طبعا تكون قياساتها ثابتة، يعني لا تقبل أن لا يمكن ربطها بالخطأ، لأنها قياسات الأنابيب أو المواسير مفصلة حسب بعد الانجكشن عن مضخة الديزل، لذلك ربطها يكون لا يحتمل الخطأ. يجب أن تربط بإحكام حتى لا يتم تسريب الديزل عند التشغيل. بهذه الطريقة نربطها بإحكام. هذه مضخة الديزل من الأسفل، نلاحظ البقياس أو القياس الموجود فيها. هذا قفل نقوم بفتحه، طبعا قفلته في السابق قبل الربط. هذا نقوم بفتحه ونزيل هذه قطعة الحديد الموجودة، وبعدها نعود نقوم بربط هذا البرغي أو المسمار قياس 10 ملم بصورة جيدة للأسفل مرة أخرى. وفي بهذه العملية يتم قفل أو غلق مضخة الديزل أو طرمبة الديزل لا تدور. عندما نقوم بالربط بإعادة ربط هذا البرغي مرة أخرى لا تدور مضخة الديزل، فهذا يساعدنا عند ربط الحزام أو السير أو القايش أن يكون مضخة الديزل ثابتة في مكانها حسب التقسيم لكي لا يحصل لدينا خطأ
عند التشغيل. هذه هنا توجد هذه هنا هذه النقطة، هذا توجد هنا شارحة، هنا شارحة في هذا الجزء، وتوجد نقطة في هذا في هذه البكرة، هذه نقطة هنا. يجب أن تكون هذه مقابلة لهذه لكي نستطيع أن نوازن بينهما. كما تلاحظون هذه أنا لونتها باللون الأحمر، هذه الشارحة وأيضا النقطة باللون الأحمر أصبحت، إذا كنتم تلاحظونها هذه هذه النقطة هذه النقطة يجب تكون مقابل للشارحة هذه. ونقوم بعدها بقفل هذا البرغي لكي لا يتحرك الديزل بومب. سأقوم الآن بضبط تقسيمة المحرك أو سنتر المحرك لهذه السيارة. قبل أن نربط يجب أن يتوازن التقسيم المحرك مع مضخة الديزل. توجد علامة هنا في هذه البكرة الكبيرة، ويوجد أيضا في جسم المحرك إشارة يجب أن تتوافق معها تكون مقابلها. وأيضا نقوم بضبط الحدافة أو فلاي ويل أو الفولوميتور أو الفلاوين أو ترس المارش من فتحة موجودة في الجير أو الفتيس أو الجير بوكس. نقوم بدوران المحرك حتى نصل إلى الإشارة العلامة الموجودة في هذه البكرة، وهي عبارة عن رقم 0، وأيضا موجود رقم 0 في حدافة المحرك أو الفلاي ويل، هذه العلامة كما تلاحظونها 1 0، يوجد بينهما خط، وهذا الخط يجب أن يتوافق مع خط موجود في جسم المحرك من الجهة الأخرى. سنقوم بضبطه، وبالإمكان طلب مساعدة من شخص آخر من الأعلى أن يقوم بهذا القطع الموجود في الجير، شخص آخر من الأعلى يقوم بضبط الفلاي ويل أو الفلاوين أو الحدافة أو الفولوميتور. طبعا أنا وضعت علامة مقابل الرقم 0 التي تنضبط أيضا مع وجود علامة في الجير أو الفتيس، هذه علامة باللون الأزرق، هذه تعني أن المحرك تقسيمة المحرك مضبوطة مع مضخة الديزل. أيضا هي تستخدم التقسيمة عند تغيير حزام التايمينج تايمينج كيس أو صاد الصدر. الآن نقوم بتركيب السير أو القشاط أو الحزام أو القايش. طبعا البكرة الموجودة في الكام شيفت في على المحرك تكون مفتوحة وحرة الحركة، يعني تدور لا تدير معها الكام شيفت الموجود في الأعلى. هذه فتحة خاصة تكون هذه في داخلها، هذه البكرة لها مكان خاص، هذه الإضافة لا تدور مع الدوران بهذا الضبط. نضبط بهذه الطريقة ونقوم بالربط. هذا كما أخبرتكم يجب أن تكون البكرة الموجودة في الأعلى مفتوحة تدور، لكنها لا يدور معها الكام شيفت. ولدينا أيضا مضخة الديزل مقفلة على تقسيمتها الصحيحة،
تكون العملية إن شاء الله مضبوطة، لا تحتاج يعني لا يوجد فيها تغيير للتقسيم في هذا. نربط البكرة بمفتاح 13 ملم الأخير، وثم نقوم بعمل التقسيم. يوجد هذا المفتاح الألنكي قياس 6، هذا قياس 6، نقوم برفع لعملية شد السير أو الحزام أو الإقشاط أو القايش لشده. طبعا توجد علامة في البكرة، توجد مثلثين متقابلين. نقوم الآن بعد أن يتم ضبط الحزام، يجب أن يكون فيه نوع من المسافة أو الفراغ بمقدار مليم أو تقريبا مليم، يكون ليس مضبوط 100% شاد بدرجة كبيرة، يوجد فرق مليم أو مليمتر اثنين. هذه العلامة الموجودة، بعد أن ربطناها بألنكي 6، هذا هو شكلها. يجب أن تكون مربوطة هذه بالضبط، توجد علامة في البكرة، يجب أن تتوافق حتى تكون العلامة مضبوطة. هذا محرك يشبه المحرك الموجود في السيارة، أريكم أين توجد العلامة. شوفوا انظروا، هذا يوجد مثلث مقابله مثلث موجود في جسم البكرة، يجب أن تكون متوافقة رأس المثلث على رأس المثلث الثاني حتى يكون التقسيم مضبوط. الآن نقوم بربط بكرة الكامشفت، نقوم بتثبيتها بهذه العتلة الخاصة ببكرة الكامشفت لكي لا نحدث أي ضغط على السير أو الحزام الثاني أو قايش أو إقشاط التامين كيس أو إقشاط الصدر، لكي لا نسبب ضرر عليه. نقوم بمسك هذا من هنا بهذه العتلة ونقوم بالربط بقوة، بهذه الطريقة نقوم بالربط، وضروري استخدام هذه، وطبعا ممكن عدم استخدام هذه العتلة، ولكن من الأفضل حتى لا يحدث أي ضغط على قايش التايمين كيس أو قشاط الصدر. هذه العملية قم بالربط قياس 21 ملم. الآن نقوم أيضا بضبط ربط خرطوم أو صوندة الديزل، هذه القادمة من الفلتر هنا في مكانها، قياسها 17 ملم. هذه ويجب أن نلاحظ يوجد واشرين، واشر عدد 2 من النحاس، من الأفضل ربط أو تبديل الواشرات في كل مرة، لكن لا يهم إذا كانت قديمة. ربط جيد يكون واشر نحاس عدد 2 في هذا الجزء، وأيضا في الخرطوم الثاني أيضا يوجد واشر عدد 2، هذه المكان. الآن نقوم بربط هذه الخرطوم، هذا الخرطوم أو الصوندة في الجزء. يراد النواشر عبودي بعد مثل هذا. وين الجولة؟ تلقى بذاك الديزل بومبة. الزائد، هذا الديزل الزائد يرجع من خلال هذا الأنبوب إلى الفلتر مرة أخرى. نقوم بربط هذه الخرطوم والأنبوب أو الصوندة، طبعا هو مأخوذ من سيارة قديمة لذلك هو نفس القياس، يمكن ربطه يعني نفس التصميم فيربط بسهولة.
ونقوم بسحب الديزل لإفراغ الهواء، إخراج الهواء من مضخة الديزل. يجب أن لا يكون هناك هواء في منظومة الديزل. أنا سوف أستخدم هذه المضخة التي تعمل على البطارية 12 فولت، أفضل من السحب بالفم لأنه يؤدي إلى مرض قرحة المعدة إذا تم ابتلاع الديزل. فالحذر من هذه العملية. مضخة أيضا توجد مضخات يدوية بإمكاننا نسحب الهواء. بعد أن تم سحب خروج الديزل وهذا دليل امتلاء مضخة الديزل بالديزل وإفراغه من الهواء، ويشبه عملية تفريغ الهواء من منظومة البريك، نقوم بإعادة ربط الخرطوم الأصلي إلى مكانه. ولا ننسى يوجد واشر نحاس عدد 2، ونستخدم مفتاح 17 مم. وكما أخبرتكم هذه مضخة ديزل نوع بوش 2.5 TDI. أنا قمت بإعادة فتح قفل مضخة الديزل من الأسفل مع البرغي قياس 10 مم، وستكون السيارة جاهزة للتشغيل بعد ربط هذا الخرطوم. الآن السيارة جاهزة للتشغيل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناة إيزوي لتصليح السيارات.